السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلاب الصف السادس؟ أهلا بكم في مادة التربية الإسلامية مجال القرآن الكريم. نتابع درس اليوم مع سورة الأحزاب من الآية 36 إلى الآية 73، تلاوة وتجويد. فهل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ. أولاً قم بالضغط على هذا الرابط والاستماع إلى سورة الأحزاب من الآية 36 إلى الآية 73، ولا ننسى الترديد خلف القارئ مراعاة آداب تلاوة القرآن الكريم. معاً نتذكرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستماع، الطهارة، وضع المصحف واختيار مكان مناسب له. بسم الله الرحمن الرحيم. استعاذة وبسملة قبل تلاوة الآيات. أيضا الخشوع، ترتيل الآيات، تدبر معاني المفردات. كل هذه الأشياء التي عرضت علينا الآن هي من آداب تلاوة القرآن الكريم. دعونا نتابع مع سورة الأحزاب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ماذا استفدتم من هذا الحديث الشريف؟ ما هو الشيء الذي نستنتجه؟ ممتاز. من يتلو القرآن، من يعمل بالقرآن، ومن يطبق القرآن يكون مع السفر الكرام البررة وهم الملائكة. إذن سورة الأحزاب هي سورة مدنية. نعم، نزلت على النبي بعد هجرته إلى المدينة المنورة. أما عدد آياتها 73 آية. عن ماذا تحدثنا؟ تحدثنا في هذه الآيات عن مشكلة التبني وما حكم الله فيها، وأيضا تتحدث عن أحكام الأسرة والبيت المسلم. هيا لنقوم بفتح الكتاب صفحة 83 ونتلو بعض الآيات. لن أقوم بتلاوة كل الآيات عليكم، يجب عليكم الاستماع إلى القارئ ومتابعة التلاوة معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. هنا لدينا أيضا بعض الآيات، وأيضا في الصفحة التالية نقرأ ونردد.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. لدينا بعض المفردات الجديدة في سورة الأحزاب، الآيات التي تم قراءتها معا سنقوم بالتعرف عليها. يقول الله الخيرة، ما معنى يكون لنا الخيرة؟ أي يكون لكم الاختيار. يقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، هنا كناية عن الطلاق أي عندما قام بطلاقها. حرج أي إثم، وهذا شيء غير جيد. أدعيائهم أي من تبنوهم قبل إبطال التبني. خلوا، ما معنى خلوا؟ مضوا. حسيبا محاسبا على الأعمال، وهو الله سبحانه وتعالى. بكرة وأصيلا، البكرة هي أول النهار أما الأصيل هي آخر النهار. هذان الوقتان مهمان للدعاء في حياة المسلم. إذا تعرفنا على هذه المعاني والتراكيب، قم بتلاوة الآيات بشكل صحيح لكي تتمكن من الأجر والفائدة. شكرا لاستماعكم، بارك الله بكم، أتمنى لكم كل الخير، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.